تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 25 مايو 2021. ربنا يبارك حضراتكم. إعلان صغير لو تسمحوا لي، يوم الحد الجاي إن شاء الرب وعشنا 30 مايو 2021 بتوقيت القاهرة الساعة 8 مساء هيكون في على قناة اليوتيوب فقط وصفحة الفيسبوك، لو ما تقفلوش، لو تقفلوا هتلاقوه على الموقع، الرد على فيديو اقتباس الإنجيل والقرآن من أساطير الأوليين والخرافات الرائجة لعصرهم. وطبعا الشبهة كلها تدور حول الميلاد العذري وادعاء أن المسيحية نقلت الميلاد العذري من الأساطير اليونانية، فالمسيحية ما كانش فيها ميلاد عذري، ده نقلته من الأساطير. رغم أن الموضوع ده كان ليا البركة الكبيرة أن أنا أشترك مع أستاذ وحيد في حلقة في قناة الحياة واتكلمنا على أمثلة كتيرة ووضحنا الكذب اللي بيتقال فيها، لكن برضو لسه بيكرروا، فالموضوع ده هنعمله سلسلة أيضا فيما بعد. ولكن برضو الفيديو ده اللي بعض الإخوة الأحباء ريسنتلي طلبوا مني أن نرد عليه، ده هيكون الحد الجاي، فاللي بعت لي وطلب مني الرد عليه لو تحب تتابع يوم الحد الجاي. وأشكر ربنا على فكرة، للأسف الوقت ما كانش مكفي، لكن بسبب تعطيل الخدمة يوم الثلاثة اللي فات لحقت أخلص موضوعات متأخرة عليا ومش لاحق، منها الموضوع ده اللي كان الطلب مني. ربنا يبارك حضراتكم، فكل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. تنبيه مهم، الفيديو بتاع التعليق على الأحداث ده بيكون في بعض الأخبار والتعليقات بيكون لبعض الناس لها تأثير سلبي، لبعض الناس بيسبب للخوف، بعض الناس بيخليها عندها اكتئاب من الأخبار اللي بيعتقدوا ان كلها شر وهكذا، او تعليقات ضعف المتكلم. فلو انت من النوعية دي اللي ممكن تكتئب لو سمعت أخبار من النوعية دي، فما تشوفش الفيديو، اطفيه وخلاص، بلاش، ريح نفسك ويريحني من التعليقات الجميلة اللي حضرتك بتكتبها. ربنا يبارك حضراتكم. هدف الخدمة دي انا مش جاي اقول نشرة أخبار ولا جاي احدد مواعيد، اخر حاجة ده لا، مين انا؟ أنا فقط جاي أذكر ضعفي أولا وحضراتكم معايا باحتياجنا لحياة اليقظة الروحية، إن احنا نستعد. ربنا قال لنا في أواخر الأيام هتحصل حاجات، لما تحصل تستعد. فبقول خلي بالكم، بدأت الحاجات دي تحصل عشان نستعد، خاصة في عالم مظلم. وأعتقد بقي هدف العالم واضح جدا، عايز يقطع لساننا بأي شكل، ما تتكلمش على مسيحك، ما تتكلمش على كتابك، كتابك مليان كراهية، كتابك مليان عدائية، اوعى تتكلم، اوعى تنطق، اوعى تقول، علشان الناس تفضل مشغولة وملهية ويفضلوا الصغار اللي بيستهدفوهم عشان يضلوا معصرين، لانه مفيش صبيح قدامهم تنور الطريق. فده هدف الفيديو، مش هدف الفيديو شوية اخبار. ربنا قال لنا علامات كتيرة، حروب واخبار حروب هتحصل في اواخر الايام، زلازل عظيمه، يعني الزلازل تزيد في العدد. الزلازل ما كانتش بتحصل من بدايه الخليقه، بتحصل ومسجله في الكتاب المقدس، لكن ما كانتش متزايده. رقم 6 لسه من 15 20 سنه، 6 ريختر ده كان ممكن يحصل، يتعدى على الصوابع في السنه، دلوقتي بينا نسمعه مره واكتر في الاسبوع مش في السنه. فهل كانت بتحصل زلازل عظيمه؟ ايوه، ولكن ما بتتزايدش زي ما قال الكتاب في اواخر الايام، إلا زي ما احنا شايفين هذه الأيام. كتاب قال لنا هتحصل مجاعات في أواخر الأيام، أوبئة، مخاوف، وكتير جدا من حاجات اللي يقولها لنا، والناس تبقى خايفة من بكرة، الأمواج تضج وغيره، كل ده قبل ما يبصره ابن الإنسان أتين بسحابة وقوة ومجد كثير. وقال لنا الدخان ونار وحرائق وبراكين، واللي هو البخار الدخان والكلام ده، كل ده قبل أن يجيء يوم الرب العظيم الشهير، يعني الحاجات دي هتسبق مجيئه. كل من يدعو باسم الرب يخلص. ليه ربنا قال لنا العلامات دي؟ عشان حاجات كتيرة. واحد، عشان ما نخافش في زمن ولاد العالم بيخافوا. اتنين، علشان نؤمن في زمن بيشككون جدا في كتابنا المقدس، ومستحيل يكون مؤلف ولا محرف او ما يكونش وحي الهي، ويقول لنا بدقة علامات هتحصل في نهاية الأيام قبل مجيئه، ونلاقيها بتحصل مع بعض بمنتهى الدقة حسب الوصف الكتابي، ولا يوجد كتاب آخر أشار إلى حاجة زي دي إلا كتاب واحد حاول يسرق من الكتاب المقدس جه بعده، وبرضه للأسف أخطأ وقالها في سورة أساطير. والحاجة الثالثة والمهمة، عشان ننتبه، عشان نستعد. ومتى ابتدأت الحاجات دي؟ لما تبتدي مطلوب مننا نعمل إيه؟ ارفع راسك لفوق، انتبه، لأن نجاتكم تقترب. ما تخافوش من اللي عايزين يقطعوا لساننا، عايزين يقفلوا صفحاتنا، عايزين يمنعونا، عايزين يرفعوا علينا قضايا عشان ما نتكلمش. ما تخافوش،
ما تخلوهمش يقطعوا لسانكم، ارفعوا راسكم واتكلموا، لأن نجاتكم تقترب وعليكم مسؤولية صغار النفوس. علامات في السماء. الحاج أوباما يدعي أن المركبات الفضائية الغير محددة اليو اف او تبدو أنها حقيقية ولا نعرف بدقة ما هم. ليه أوباما بيقول الكلام ده الآن؟ هو إيه الأجندة بالظبط اللي هو بيمهد ليها؟ ده من نيويورك بوست قدام حضراتكم. الصين تذيع أول صور من المركبة المريخ الصينية اللي وصلت، ده من راشن توداي. عودة الانفجارات الشمسية القوية اللي حسب الوصف تهدد الحياة، فربنا يستر. هل قريبا هنسمع عن الناس تبتدي تحترق زي ما قال سفر الرؤية وتبتدي تجدف على ربنا زيادة؟ ما تتوبش. انفجار شمسي يصدر أمواج صوتية قوية، تسجل صوت الانفجار الشمسي ده، تحبوا تسمعوه؟ لو عايزين تسمعوا صوت الانفجار الشمسي هشغله لكم أهو، هتبقوا سمع يعني تسمعوه زي صوت وش أو صوت مطرة شديدة. اسمعوا معايا. ده شكل الموجات الصوتية اللي حصلت في هذا الانفجار الشمسي المميز، وسمعت لكم الصوت بتاعه كان شكله ايه. استمرارا لتساقط الأحجار السماوية، النجوم السماء حسب الترجمة، لكن هي في اليوناني تحمل معنى أجسام سماوية، أحجار سماوية. يوم 18 مايو 17 كرة نارية، يوم 20 مايو 18 كرة نارية، يوم 21 مايو 13 كرة نارية. وباستمرار الحاجات دي ما كانتش بتحصل بهذا الكم في الماضي برغم وجود الساتلايت ومراقبة ناسا والكلام ده. يوم 22 مايو 12 كرة نارية. تزايد عدد الأجسام الفضائية لتهدد الأرض إلى 2188. على فكرة الكلام ده لأي إنسان محايد المفروض يؤكد خلقة الأرض من فترة والنظام الشمسي من فترة صغيرة، وينفي البليارات أو الأسف المليارات أو بلايين السنين، أنا قلتها حاجة في النص، المليارات أو بلايين السنين. ليه؟ لأن لو مجموعة شمسية من بلايين السنين يكون الكلام ده تناقص جدا وشبه اختفى، دي مستقرة من زمان، لكن تزايدها يؤكد قصر العمر اللي قال عنه الكتاب المقدس. الطقس، الأرواح، أمواج البحر اللي تضج، تزايد الجفاف في غرب أمريكا، ولا يوجد مياه للمحاصيل، وتوقع بحرائق برية مرعبة وأعاصير ترابية وحظر ماء ديكتاتوري عن مزارع في أمريكا. الكلام ده مش في أفريقيا، الكلام ده في أمريكا نفسها. إنقاذ 80 شخص من فيضان بحيرة تشارلز بسبب الأمطار الغزيرة. هل ما كانش بيحصل؟ كان بيحصل كتير، لكن ما كانش بيحصل هذا الكم في نفس الشهر أو نفس الأسبوع. كنا بنسمع، لكن كل كذا سنة نسمع عن حادثة بتموت ناس، مش بينا كل أسبوع بنسمع عن حادثة بتموت ناس. سايكلون مدمر ضرب سفينة بحث عن بترول هندية، وتم إنقاذ 184 شخص قبل ما تغرق السفينة، وموت 26 والبحث عن 50 آخرين. ده في نفس الأسبوع بتحصل حالات، دي كانت بتحصل في الماضي ولكن ما كانتش بتحصل بهذا المعدل المتسارع والطبيعة اللي بتاكل سكانها. السايكلون ده وصل لشواطئ الهند وقتل حتى يوم الخميس 110 شخص أيضا. ده من القناة الفرنسية 24، ربنا يرحم وصرهم.
يرحمهم طبعا ويعز أسرهم، أنا آسف. بسبب الأمطار انهيار سد في جنوب لويزيانا وإخلاء المئات، ده من ذا ويذر تشانل. طقس سيء يقتل 21 شخص في سباق المئة كيلو في الصين، ده من راشن توداي. انكسار قطعة تلج عملاقة وزنها تقريبا 4000 آسف طولها 4000 كيلو حجمها آسف 4000 مساحتها، قلت كل المقاييس الغلط أنا آسف، مساحتها 4000 كيلو متر مربع من أنتاركتيكا، وتصبح أكبر قطعة تلج عائمة تسجل في التاريخ. وربنا يستر من ارتفاع مستوى سطح البحر اللي ممكن يغرق أماكن كتير، ده برضو من روشن توداي. الانتاج العالمي خلي بالكم من القمح والذرة والصويا يتناقص. أعتقد قربنا من زمن المجاعات اللي قالنا عنه الكتاب المقدس في أواخر الأيام، وده سيسبب انفجار في المجاعات عبر الكرة الأرضية، مش هيبقى في مكان ولكن هيبقى عبر الكرة الأرضية. وعشان كده أكرر مرة تانية، رجاء محبة اتجهوا للتخزين، ده مش حاجة وحشة، ده من حكمة، رجعوا أوضة القرار أوضة التخزين مرة تانية. الزلازل اللي أيضا متزايدة، بعد ما كنا نسمع الزلازل القوية اللي ست ريختر فما فوق تتعدى على صوابع السنة على صوابع اليد في السنة، بص بقينا نسمع عن كم زلزال قوي في الأسبوع. وراجعوا الكلام ده برضو من نفس USGS من قبل 2008، من قبل 15 سنة فات. بس يوم الثلاث اللي فات 43 زلزال، منهم واحد بقوة 6.7 في المحيط الهادي، ده من USGS. رقم 6 اللي كان نادر دلوقتي شبه دلوقتي بنسمعه كل أسبوع وأكتر. يوم الأربعاء اللي فات 31 زلزال ما بين متوسط وقوي فقط. يوم الخميس 46 زلزال في يوم واحد، أيضا متوسط وقوي، ما بذكرش الزلازل الضعيفة خالص. يوم الجمعة اللي فات 64 زلزال في يوم، منهم 7.3 في الصين في منطقة كونغاي، وآخر 6.1 في دالي في الصين، وواحد تالت 6.5 في والس. ده مش حصلوا في شهور، ده حصلوا في نفس اليوم، نفس اليوم حصل كل الزلازل دول. يوم السبت 49 زلزال ما بين متوسط وقوي، يوم الحد 48 زلزال في يوم. هذا الأسبوع حصل فيه 122 زلزال قوي فقط، لا متوسط ولا ضعيف، قوي فقط، منهم 4 زلازل من بقوة أكتر من 6 ريختر، 6.1 و6.5 و6.7 و7.3 في أسبوع واحد. قارنوا المعدل ده من قبل 2005 و2006 وشوفوا كان بيحصل بالنسب دي ولا لا. هل كنا ممكن نسمع عن زلازل بهذا المنظر تحصل في أسبوع واحد؟ كانت بتحصل زلازل لكن ما كانش بيحصل هذا الكم المتزايد في نفس الأسبوع. زلزالين توأمين هزوا جزيرة تاهو الأمريكية. البراكين اللي أيضا متزايدة، البخار والدخان والنار اللي قالين عنه الكتاب المقدس. وفعلا هل يوجد زيادة في التلوث والرماد؟ بس من البراكين بسبب اللي بيحصل على سطح الكرة الأرضية. رغم ان المفروض الارض لو فعلا عمرها 4.6 مليار سنة كانت زمانها بردت واستقرت، ونلاقي العكس، بدل ما يكون البراكين شبه انعدمت نلاقي الاكشوالي البراكين بتتزايد. وده اللي قاله الكتاب على عكس المتوقع، عشان تشوفوا ازاي مش ده يشهد على صدق اللي قاله الكتاب المقدس. والكلام ده كله ما ينفعش يتخمن من 2000 سنة. اللي هقوله لكم ده مثال اللي حصل الاسبوع ده، مثال مش كله. يوم 19 مايو متابعه لنشاط 8 براكين قويه، انفجار اخر لبركان اتنا الايطالي واخرج نافوره حمم بركانيه كبيره ورماد وصل ل 18000 قدم، ده من فولكينو ديسكفري. انفجار بركان سيسو بوكوني ويطلق رماد ل 15000 قدم.
انفجار آخر لبركان سانجاي وأطلق رماد ل 24 ألف آدم، انفجار بركان ريفانتادو ويطلق رماد ل 15 ألف آدم، انفجار آخر لبركان سباكايا وأطلق رماد ل 24 ألف آدم. يوم 20 مايو متابعة لنشاط 7 براكين قوية، انفجار آخر لبركان بوبو كاتابيلي وأطلق رماد ل 19 ألف آدم. كل ده أمثلة، ده مش الكل. انفجار آخر لبركان فويجو وأطلق رماد ل 16 ألف آدم. يوم 21 مايو متابعة لنشاط 8 براكين قوية، انفجار آخر لبركان سترومبولي واستمرار انسكاب الحمم منه زي في الصورة قدام حضراتكم. يوم 22 مايو متابعة لنشاط 9 براكين قوية، انفجار بركان قوي في كونغو وأوامر بالإخلاء والكوارث اللي عملها كانت شديدة قوي. كوارث ده كانت بتحصل، أيوة، بس ما كانتش بتحصل كوارث كتيرة في نفس الأسبوع، كان ممكن تحصل واحدة ولا اتنين في السنة أو في عدة سنوات، لكن زاد جدا النار والدخان والبخار اللي قال عنه الكتاب المقدس بمنتهى الدقة. وده ملخص البراكين النشطة يوم الحد اللي فات. بدل ما كنا نسمع عن 3 4 براكين قوية، بصوا بكام بركان نشط. طبعا في الآخر الأرض فعلا بتاكل سكانها من كثرة الخطية، ويرموا العيب على حضرتك وحضرتك، ويدعوا إن ثاني أكسيد الكربون أنت سبب فيها، وأنت اللي تتعاقب وتدفع الضرائب. موت الكائنات الجماعي اللي كان بيحصل في الماضي نادرا، حالة أو اتنين في السنة أو مفيش خالص، ورجعوا لنفس الإحصائيات بالساتلايت وسائل الإعلام برضو من 15 سنة فاتوا. لكن بصوا دلوقتي بيحصل كام حالة في نفس الأسبوع مش في السنة. ده اللي هقوله برضو على سبيل المثال للحصر. يوم 23 إبريل موت الألاف من الأسماك في خليج في الدومينيكا، كل ده سمك ميت على الشط، لترالي سمك البحر بينزع زي ما قال هوشع وصفانيا، هوشع 4 وصفانيا 1 عن أواخر الأيام قبل عقاب الإنسان. يوم 24 أبريل موت 40 ألف من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في بلغاريا، ده من وكالة رويترز. يوم 29 أبريل موت الألاف الأسماك في شاطئ في نيوزيلند. في نفس اليوم موت أطنان من الأسماك في شاطئ بحيرة في لبنان، كل ده سمك ميت على مرمى البصر في لبنان من عرب نيوز. أيضا في نفس اليوم موت الألاف من الأسماك أطنان، شايفين كمية السمك الميت قد إيه، في بحيرة في إندونيسيا. اكتشاف كتلة حيوانية غامضة في شاطئ في كارولينا الشمالية تترك العلماء حائرين. دراسة موسعة اتضح ان هناك طيور برية على سطح الكرة الارضية عددها 50 بليون، يعني 6 أضعاف تعداد البشر واكتر، ولكن 4 أجناس من الطيور هم السائدين. ده من نيو ساينتست. الاوبئة اللي بتتزايد ولما بنتكلم عليها بنتعاقب، رغم ان الكتاب المقدس لنا في اواخر الايام هتتزايد الاوبئة. الإصابة بالكوفيد وصلت 167 مليون والوفيات للأسف وصلت 3,475,610 لغاية النهاردة الصبح. لكن نشكر ربنا الموجة الثالثة بتتناقص في كل الأماكن، وقدمت الدراسة على ده، مش بس بحسب نسبة الدول المتقدمة، لا في الكل. WHO تعلن أنه غالبا مات ما بين 6 ل 8 مليون من كوفيد، مش زي ما بيتقال 3.4 من 10، لا ده غالبا احتمال يكون الوفيات وصلت 8 مليون ولكن الباقي ما تسجلش. الهند رغم تناقص الحالات الا انه تتزايد الوفيات، فادي الكيرف اللي بيتناقص للحالات ولكن كيرف الوفيات بدأ يتناقص ولكن حاجة بسيطة. رغم التطعيم تايوان تفرض حظر شامل بعد تضاعف انتشار الكوفيد، ده من راشن توداي. فرنسا تفرض حظر سفر قوي من انجلترا بسبب انتشار التحور الهندي. حبيب القلب فاوتشي، انا اسف على التعليق، يقول هنحتاج جرعة تالتة من التطعيم في خلال سنة. ليه هنحتاج جرعة تالتة؟ هو شغال ولا مش شغال؟ ولو مش شغال يبقى ايه الفايدة؟ ولو شغال مش قالوا انه الجرعة الاولانية هي اللي بتدينا اعلى حماية فوق 80؟
اذا كانت الجرعه الاولانيه هي اللي بتدينا اعلى حمايه، التاني بس حاجات تضيف شويه، ليه محتاجين جرعه تانية؟ ليه محتاجين جرعه تانية اصلا؟ ممكن حد يجاوب لي على السؤال ده؟ اذا كان التطعيم بتاع ادوار البرد ممتاز وبيدوه جرعه واحده رغم ان هو بيجيب من 40 ل 60، التطعيم ده المفروض الجرعه الاولانيه منه بتجيب 80، مش كفايه؟ ولا انا برضو غلطان وجاهل وضد النظام دلوقتي كمان؟ الصين تدعي ان التطعيم بتاعها فعال امام التحورات الهندية، ده من راشن توداي، لكن المانيا تصدر دراسة تقول ان كل التطعيمات اقل فعالية امام التحورات الهندية، يعني التحور الهندي او غيره لما بينتشر، هو بينتشر التطعيم ده، ربنا يعني الف مبروك. السلطات الصحية الفرنسية تحقق في 3 حالات إصابة بأمراض دم بعد التطعيم، ده من راشن توداي أهو. أيضا منظمة الصحة الأمريكية تحقق في حدوث أمراض قلب في قلة من الصغار بعد التطعيم، ده من نيويورك تايمز. نيويورك تايمز تقول الكلام ده وراشن توداي تقول الكلام ده، عادي لما نقوله احنا نتعاقب وتتقفل الصفحة بتاعتنا. انجلترا توافق على اعطاء التطعيم للمرضعات رغم عدم وجود معلومات كافية عن الامانة للرضع، ده من نيو ساينتست، ده مش كلامي اهو، ده حتى هما بيتسألوا will they affect your baby، والاجابة ملخصها ايه في الدراسة الطويلة في نيو ساينتست؟ ما نعرفش. أيضا كندا في دراسة تقول إن التطعيم آمن للسيدات الحوامل كالعادة، سيف وإفكتف، أنا زهقت من الكلمتين دول رغم إن عدم معرفة اللي هيحصل للجنين من التطعيم. طب عرفتوا إزاي إن هو آمن وفعال وإنتوا ما تعرفوش هو هيعمل إيه؟ على فكرة إحنا بقينا حيوانات تجارب بيتجرب فينا، الأمهات اللي بترضع بقيوا حيوانات تجارب، الأمهات الحوامل بقيوا حيوانات تجارب، أنا آسف. الصليب الأحمر أهو الخبر، علشان على فكرة الخبر البعض للأسف نشره بصورة غلط فاتشوه عليه. الصليب الأحمر وده من أمريكان ريد كروس قدامكم، يقبل الشخص المطعم أنه يتبرع بالبلازما وبالدم، لكن مش هيستخدموا، مش هيستخدموها لعلاج المرضى. ليه ما يستخدموش البلازما لعلاج البعض الا اللي اصيبوا شفي وما خدوش التطعيم؟ ركزوا معايا في النقطه دي، ليه؟ لان التطعيم اكتشف انه بيمحو اجسام المناعه عند الذين أصيبوا وشفيوا، يعني شخص أصيب وخف بقى عنده أجسام مناعة ممكن يتبرع بالبلازما لشخص عيان، لو أصيب وخف وخد التطعيم لقوا لسبب ما التطعيم بيخلي أجسام المناعة تختفي، فما ينفعش ياخدوا البلازما يدوها للشخص العيان. إيه رأيكم؟ طيب يمكن الكلام ده أنا كذاب، أسمعكم المذيعة بتقول الكلام ده بنفسها. Your COVID-19 vaccine, you're going to want to listen to this. The Red Cross says anyone who has received their COVID-19 vaccine cannot donate convalescent plasma to help other COVID-19 patients in hospitals. That plasma is made up of antibodies from people who have recovered from the virus. But the vaccine wipes out those antibodies, making the convalescent plasma ineffective in treating other COVID-19 patients. سمعتوا بنفسكم؟ لو انت كنت اصبت وخفيت تتبرع بالبلازما وتشكر، هياخدوها يعالجوا بيها مرضى تانيين. لكن انت كنت اصبت وخفيت وكان عندك اجسام مضادة، لما اتحقنت بالتطعيم بيمحي الاجسام المضادة من عندك، فبيحصل ايه؟ ما تنفعش تتبرع بالبلازما لشخص واحد عيان.
ايه رأيكم في الكلام ده؟ مش علامة استفهام كبيرة برضو ولا انا اللي ضد النظام؟ ايه رأيكم؟ هو التطعيم بيحمي ولا التطعيم في بعض الحالات اكشوال بيساعد على الانتشار؟ ما علينا. فاوتشي يقول احنا مش عارفين مين مطعم ومين غير مطعم. يعني عايز ايه يا كابتن فاوتشي؟ طبعا بيلمح لنظام مراقبة وباسبور التطعيم زي حبيبة قلب الصين. أوريجان الآن تلزم الأعمال وأماكن العبادة أنه لازم يقدموا دليل تطعيم قبل ما يدخلوا بدون كمامة. ده من نيويورك تايمز. كاليفورنيا قريبا ستستلزم شهادة التطعيم أو اختبار سلبي قبل حضور اجتماعات كبيرة. يا تعمل الاختبار باستمرار، يا إما تقدم شهادة التطعيم، يا إما لا ده ولا ده مش هتحضر. آدي اللي بيحصل. ده من ABC نيوز. دكتور لوك الحاصل على جائزة نوبل، اللي أول نشكره، أول من أشار إلى أنه هذا الفيروس في مناطق جينية واضحة من الإيدز، يبدأ يكشف. وأنا على فكرة النظرية اللي قالها اتفق معاه تماما، والنظرية دي مثبتة، أن التطعيمات هي سبب التحورات. وعلى فكرة الكلام ده لو تفتكروا أشرت إليه من شهور عديدة، لما قلت لحضراتكم لو زي ولاد عمه خدوا عدة موجات واختفوا من نفسهم أو ضعفوا من نفسهم، لا بدون تطعيم ولا غيره، فاكرين الكلام ده؟ لكن ما نعرفش لما يدخل عندنا التطعيم في المعادلة هيسوق ولا هيحسن. هل بيحمي التطعيم أشخاص؟ أيوة بيحمي. بيقلل عدد الوفيات؟ أيوة بيقلل عدد الوفيات، بس ممكن يكون بطريقة غير مباشرة هو اللي بيزود التحورات اللي بتطول الوباء فيموت ناس أكتر. ما علينا. إيه اللي يثبت كلامه كمان؟ برضو خبر، تقرير عن انتشار الحالات في بيوت المسنين في فرنسا بعد تطعيمهم. هو ليه في أماكن كانت معزولة ما جالهاش الإصابة، خدوا التطعيم ظهرت بينهم الإصابة رغم ما حدش كان بينهم مصاب؟ علامة استفهام. قذارة، ده مش تعبيري، ده راشن توداي، وضع المكاسب أهم من إنقاذ حياة البشر. فتسع شركات أدوية بكل المساهمين فيها طبعا أصبحوا بليونيرات من التطعيم. وأنا أضيف من عندي، والبشر قبلوا طوعية بدون مقابل، حتى ما أخدوش مقابل من شركات الأدوية، إن احنا نبقى فئران تجارب لهذه الشركات بدون أي مقابل، بدل ما ياخدوا وقتهم ويجربوا كويس ادهولنا وجربوه فينا، ولسه بيجربوا حتى الآن، والملايين من البشر دخلوا في هذه الاختبارات، بس بدل ما كانوا يقبلوا باختيارهم ويقبضوا، لا مجانا، واللي بيكسبوا هم من الشركات وبس. بدل ما الشركات بتطلب منك تجرب وبيدفعوا لك مقابل، لا الشركات دي بتطلب منك تجرب وهم من اللي بيقبضوا مش انت. الصين تغضب بعد تقرير جديد يوضح ان عامل معمل اوهان راح للمستشفى باعراض تشبه الكوفيد باسابيع قبل ما يظهر وباء الكوفيد في سوق السمك. Russian Today. ده من CBN نيوز. العلماء لا يزالوا يطالبوا بالتحقيق في مصدر الكوفيد، وهل أتى من المعمل الصيني ولا من فين؟ على فكرة أنا بعتبرها دلوقتي خلاص دي مضيعة وقت، أن يفضلوا يتخانقوا في الخناقة دي. أنا نقطتي أهم من ده. أنا بالنسبة لي أعتقد أقدر أقول عندنا من الأدلة الجينية ما يكفي لإثبات أنه من المعامل الصينية بوضوح. الخفاش اللي بيدعى ان هو جه من الخفاش، طب الخفاش ده ما كانش بيتباع في سوق السمك. الخفاش ده فعلا حتى كمان بيعملوا عليه تجارب في معمل اوهان. لكن يهمني ايه اللي انا عايز اعرفه؟
ده طلعته الصين عن عمد ولا لأ؟ وأنا بقول احتمال يكون لأ، يكون خطأ. لكن اللي اكتشوالي أكتر يهمني إن أنا أعرفه، هي الصين اتحكمت في الوباء ده إزاي؟ أي وباء بينتشر أكتر مكان إصابة هو مكان بداية الوباء. ده في عبر التاريخ بتاع الأوبئة، بما فيهم ولاد عمه سارس وميرس. الصين اللي طلع فيها سارس هي كانت أكتر مكان إصابة. ممكن تقولوا لي الصين اتحكمت إزاي؟ هتقولوا لي بالإغلاق، بالآب، ولا إغلاق ولا آب. الصين أغلقت فين؟ شوية حتت في أوهان، 100 وحاجة مليون، ما وصلش حتى عشر الشعب بتاعها. على فكرة الإصابة كانت وصلت لشنغهاي وبكين وغيرها، وما تقوليش بقى سوشيال ديستانسينج في شنغهاي. شنغهاي دي أزحم مكان في العالم، دول الناس عايشين في عمارات ولا علب السردين منزنقين في بعض، ما فيش حاجة اسمها سوشيال ديستانسينج. ممكن تقولولي الإصابة وصلت شنغهاي وفجأة وقفت إزاي؟ وصلت بكين وفجأة وقفت إزاي؟ وصلت لحاجة وعشرين مقاطعة صينية وفجأة وقفت إزاي؟ كل مكان تظهر فيه 500 حالة وفجأة تقف إزاي؟ وما عملوش إغلاق، عملوا إغلاق في أماكن في أوهان بس. أنا بقى يهمني أعرف الصين اتحكمت فيه إزاي. ليه؟ علشان انتبهوا لنقطتي دي. هفترض الصين الوباء ده جه من الخفاش، ماشي يا سيدي، وجه من الخفاش بطريقة طبيعية، يعني وهعتبر نفسي من أغبى ما يكون ومش شايف الأدلة الجينية. أيوة جه من الخفاش بطريقة طبيعية، حلو، وفي أربع جينات حصلت بالصدفة من الـ HIV، كويس، ما أنا غبي، معلش استحملوا غبائي. الصين اللي اتحكمت فيه لو فعلا بطريقة طبيعية، الصين اتعلمت ازاي تضرب العالم كله وهي ما تضربش، ولا انا برضو غلطان في دي؟ صح ولا لا؟ بغض النظر ان الصين هي مكان الوباء، وان الصين اكتر شعب عددا وما عندهمش مسافات ما بينهم وبين بعض، لازم اعرف الصين اتحكمت فيه ازاي، ومش بيضحكوا عليا بكلمة الاب اللي عملوه والسوشيال ديستانسينج واغلاقوها. لا معلش بقى، أنا ما بيضحكش عليا بالحاجات البسيطة دي، لأن الصين لو اتعلمت إزاي تضرب العالم وهي ما تضربش، أنتوا عارفين هتعمل إيه. حتى لو ده كان عفويا، اللي جاي مش هيبقى عفويا، صح ولا لأ؟ طالما اتعلمت إزاي تمنع الوباء عندها ولكن تضرب به العالم. والحاجة اللي أهم هو إيه تاني في معامل أوهان؟ مش يمكن يكون ده الوباء القادم اللي بيلمح عليه بيل جيتس وغيره وغيره وغيره؟ مش كلهم قاعدين يتكلموا على الوباء القادم اللي هيكون أكتر قتلا من الكوفيد؟ الكوفيد أصله عليه كان بيموت بنسبة 2-3% بس، في واحد جاي هيموت أكتر من كده قريب. طب ما تقولولنا إيه بالظبط في معامل أوهان عشان نعرف حتى اللي جاي هيبقى إيه؟ أنا عايز أعرف الصين اتحكمت إزاي؟ طريقة طبيعية ولا لأ؟ ويا ترى ايه تاني في معامل أوهان؟ ربنا يحافظ على الكل يا رب. طبعا لو قناة اليوتيوب اتقفلت بعد كل ده، لو ما اتقفلتش انا هتعجب بصراحة، لكن لو اتقفلت اتابعوا على صفحة الفيسبوك. لو اتقفلت غالبا الكلام ده هفضل انزله اسبوعيا، تعليق على الاحداث هنزلها اسبوعيا على الموقع لغاية ما نلاقي وسيلة بث مباشر أخرى أو حاجات بديلة لليوتيوب وهكذا. فرجاء احتفظوا بموقع دكتورغالي.com. لما هيتقفلوا الاثنين، قناة اليوتيوب وقناة وصفحة الفيسبوك، هنزل الموضوعات دي أسبوعيا بما فيها التعليق على الأحداث أسبوعيا على الفيسبوك على الموقع. هنزل أوعدكم مش هتوقف عنها، أوكي؟ لأن أنا هستغرب لو ما قفلوش بصراحة. anyway فاوتشي، مي لوك هو از توكينج، معلش. فاوتشي حبيب الصين اللي بيدي شيكات قد كده للصين، غير مقتنع ان الكوفيد ظهر طبيعيا. والنبي ايه؟ مين اللي بيتكلم؟ فاوتشي
ده اللي بيدافع عن الصين باستمرار. ده من فوكس نيوز. فاوتشي not convinced COVID-19 developed naturally. ده طبعا بعد ما خلصت الانتخابات وعمل اللي هو عايزه وخسر ترامب عشان يقلل كمان الضغط عليه، لأنه فعلا مثبت أنه كان بيتعامل مع معامل أوهان وكان بيبعت لها الشيكات اللي قد كده. معدل انتحار الأطفال يتزايد بمعدل 200% أثناء الكوفيد في كندا للأسف. اتضح أن اختبار الكوفيد في الأطفال، وده من أكسفورد أكاديميك، يعطي نتائج خطأ أكثر مما كنا نتوقع. Unexpected false positive rate in pediatric SARS-CoV-2 serological test. إيه رأيكم؟ يعني إحنا حتى في الآخر مش عارفين مين اللي كان بيتصاب ومين اللي ما يتصابش. أختم أخبار حبيب قلبنا الكوفيد بخبر من الهند كالعادة. مش بس بيعملوا حاجات وحشة بالحاجات البهايم والكلام ده. مئات الهنود في قرية يوضعوا في حظر بعد ما خلفوا قواعد الكوفيد. ليه؟ عشان يحضروا مراسم حرق جثمان حصان مقدس، وبيقولوا ليه الحصان المقدس ده مات؟ مات عشان يتخلص من عالم الكوفيد. فالحصان زعلان على العالم والكوفيد فقرر ان هو يموت. ده من روشن توداي. اخبار الحروب. بوتين يصدر تحذير قبل المؤتمر العالمي للأرتيك ويقول هذه أرضنا ومياهنا. بوتين بيحذر العالم وطبعا الصين بتسنده. ده من إكسبريس نيوز. روسيا بالفعل تصوت، ده مستوى أول في التصويت، على الخروج من اتفاقية السماء المفتوح في الوقت اللي بايدن عايز يقدم لها تنازلات. بوتين يصدر تحذير آخر لأي دولة تحاول أخذ جزء من أراضيها المتسعة إنه سيضربها ويسقط أسنانها. ده طبعا تلميح للأرتيك. ده من AP News. الصين وأمريكا يتجهوا لحرب كبيرة بسبب الخلاف على تايوان. أنا توقعي طبعا الصين مش هتتراجع، هتتمادى، ولكن بايدن انتوا عارفين صحته على قده فحيريح شوية يتراجع. ده من إكسبريس نيوز. الصين تتهم أمريكا بأنها تفسد السلام عن عمد بعد عبور سفن حربية أمريكية قرب تايوان. ده من روشن توداي. طائرات بدون طيار تابعة للبحرية الأمريكية هترسل من جوام لليابان علشان اللي بيحصل في الصين. البحرية الأمريكية مع حلف الناتو هيبدأوا تدريب صاروخي قرب سواحل اسكتلند. الصين تهاجم الاتحاد الأوروبي اللي أوقف اتفاقية تجارية بعد ما إصدار الصين عقوبات اقتصادية ضد الأوروبيين. يعني الصين عملت اتفاقية عقوبات اقتصادية ضد الأوروبيين فالاتحاد الأوروبي وقف للصين اتفاقية فالصين زعلانة. المنظمة النووية للأمم المتحدة وإيران يعملوا على مد المراقبة، لكن روحاني يقول أن الغرب يقبل أنه يرفع كل العقوبات من على إيران. ايه رأيكم؟ ايران كل اللي بتعمله بتتمادى وبتخالف الاتفاقية النووية، وامريكا او بايدن والغرب هيرفع العقوبات من على ايران ويدي ايران المليارات. روسيا تقول لاسرائيل ضحايا اكثر مدنيين في غزة، ده غير مقبول. ده من رويترز. بوتين يقول لنتنياهو روسيا قد تعلن الحرب على اسرائيل بسبب فلسطين. واو، هي دي الحجة اللي هتبقى في حزقيال 38 جوج وماجوج ورئيس روش. ده من إكسبريس نيوز. الطيارين اليهود بيقولوا ان هم بيحاولوا على قدر طاقتهم تحاشي إصابة مدنيين وبينزروا الأماكن قبل ضربها، ولكن للأسف حماس بتستخدم الأطفال والمدنيين كدروع بشرية لصواريخها. للأسف إسرائيل بتحمي شعبها بأسلحتها، حماس بتحمي أسلحتها بالشعب. إسرائيل بتستخدم أسلحتها كدروع لحماية الشعب، حماس بتستخدم الشعب كدروع لحماية الأسلحة. للأسف طبعا أحزن على أي شخص يموت إسرائيلي أو فلسطيني، وأتمنى السلام يدوم ما بين الكل
والكل يتعايش يا رب. ولكن لا، بصوا الأسلوب إزاي. غواصة انتحارية لحماس دمرتها إسرائيل، كانت لها أهداف أنها تضرب مواقع بترول إسرائيلية. أدلة تثبت أن إيران هي اللي مدت حماس بالطائرات اللي بدون الطيار الانتحارية، ده من أروس شفا. آية الله يهدد أن إيران تتعهد بتفجير كبير في إسرائيل، ده من إكسبريس نيوز. فعلا إيران تظهر طائرات غزة بدون طيار، وأيضا رادار جديد وصواريخ أرض جو. يعني إيران ما خفتش، إيران أعلنت أن أيوة كنا بنمد غزة، وآدي أهو آدي القيادات العسكرية الإيرانية جنب الطيارة اللي اسمها غزة اللي بيمدوها الحماس عشان تضرب إسرائيل. اتضح أن القبة الحديدية الإسرائيلية مش بس بتنقذ حياة اليهود، ده كمان بتنقذ حياة بعض الفلسطينيين. القبة الحديدية الإسرائيلية هي مش بس محدودة على أماكن سكن اليهود، لكن كمان بتمتد مداها، فبعض الفلسطينيين اللي ساكنين قريب من المساكن اليهودية أكشن القبة الحديدية بتحميهم من صواريخ حماس، ده من CBN نيوز. في المقابل اتضح في تحقيق رسمي ان حماس بتضرب شعبها، ف20% من صواريخ حماس ما وصلتش لغاية اسرائيل، سقطت في غزة وضربت ناس كتير. متخيلين 20% من 5000 صاروخ بتعود حماس ما وصلوش اصلا، وقعوا في غزة وموتوا ناس كتير من الغزاوية من الشعب والاطفال، وطبعا يرموا العيب على اليهود. اسرائيل تقول ان حماس هي اللي تضرب الفلسطينيين، وكمان تجيب ادلة وبتعرض فيديو صواريخ حماس هي اللي بتقع في فلسطين وبتعور الناس. حماس منذ تأسيسها من 2005 أطلقت مش بس 5000 الحاليين، أطلقت 22,570 صاروخ على إسرائيل في 15-16 سنة اللي فاتوا. وبعد كده إسرائيل لما ترد تعتبر عيب قليلة أدب. طبعا برضو إسرائيل يعني عنيفة، أنا مش بقلل من صعوبة اللي بتعمله، ولكن على الأقل امنعوا اللي بيبتدي كل مرة. إدارة بايدن تمضي صفقة بيع أسلحة بقيمة 735 مليون لإسرائيل، وده يغضب بعض الديمقراطيين والسكواد، ويبتدي الخناقات ما بينهم وما بين بعض. ساندرس يعد تشريعات لمنع بيع الأسلحة لإسرائيل. تركيا تطالب القوى العالمية أن تقتحم أورشليم. إسرائيل تسقط طائرة بدون طيار تأتي من ناحية الأردن. جماعة الحياة السوداء اللي هو بلاك لايفز يقفوا في جانب فلسطين. مش غريبة أنهم دول بيدافعوا عن حقوقهم هم وبس. حماس تحتفل بانتصارها وتحذر من مقاومة في المستقبل ضد إسرائيل. حماس تحتفل في شوارع غزة بالرغم من أنه تقتل 223 فلسطيني بعضهم بصواريخ حماس، ده من جريدة صن البريطانية. أول ما تم وقف إطلاق النار حماس طلعت تحتفل. أنا حقيقة مش عارف هي انتصرت في إيه وهتحتفل بإيه. اندلاع أعمال شغب بين الفلسطينيين والشرطة اليهودية في جبل الهيكل بعد اتفاق وقف النار بساعات. أخبار عامة على اللي بيحصل. عارفين اللي هو الجرس الباب اللي بكاميرا بتاع أمازون اللي انتشر في كل مكان تقريبا؟ اتضح أنه أكبر شبكة مراقبة رأيتها أمريكا. أمازون بتراقب كل شخص بيدخل إمتى ويخرج إمتى، وكل حاجة بتحصل على باب بيتك. ده مش حاجة كده جميلة كده مديها لك أمازون حاجة خاصة بيك، حتى دي كمان بتتراقب. ليه ترى أمازون بتتجسس على الناس؟ وبرضو من خلال
الأجهزة بتاعتها برضو بتتجسل على الناس ومكالماتهم وكل حاجة. مش حاجة غريبة؟ هو ليه الكبار دول اليوتيوب والفيسبوك وأمازون والعالم دول كلهم بيتجسسوا على الناس؟ في إيه؟ البنتاغون سيراقب الصفحات الشخصية للعسكريين ليلاحظ أي محتوى إرهابي. طبعا انتوا عارفين ان التعبيرات الكتابية بيعتبروها إرهابية للأسف، فانتوا عارفين هيستغل ده في ايه. شركات التكنولوجيا يتعاونوا لتكوين برامج منع ما يسمى تطرف ترامب. طب ما ترامب خلاص مشي. مذيع محافظ يقاضي اليوتيوب على سياستها في إسكات أصوات المحافظين. نشوف القضية هتروح لفين، ولكن للأسف انتوا عارفين القوة بتاعتهم قد ايه. هم بقوا شبه بيتحكموا في العالم. حاجة غريبة اللي بيعملوه اللي هي الشركات التكنولوجيا زي جوجل وفيسبوك وابل ويوتيوب والعالم دول كلهم، اكشولي بيزود نظرية المؤامرة. يعني لما يقطعوا لسان اي واحد كونزرفاتيف، طب ما انت بتبتدي تشك هو ليه بيعملوا كده. لما يقطعوا اي لسان واحد يتكلم حتى لو تعليق يعني في ناحية نقدية بسيطة على تطعيم ولا على ده ولا على ده، ما انت هتبتدي تشك. انت دورك ايه؟ انت موقع تواصل اجتماعي، موقع شاتنج، الناس تحكي مع بعض، ده يقول رأي وده يقول رأي عكسه ويفضلوا يتناقشوا مع بعض. انت تتدخل وتحجب رأي واحد وتخلي التاني هو اللي ينتشر، وتبتدي تستخدم برامج لإقناع الناس كلها بصوت واحد. هي ايه القصة؟ ده مبقيش برنامج شاتنج، ده بقي برنامج غسيل عقول. هي ايه القصة بالظبط؟ ما انت الناس يعني الناس غصب عنها بتاعت نظرية المؤامرة ان كل اللي يحصل ده يبتدي يشك زيادة. ده اللي ما كانش بيشك في تطعيم ولا في ده ولا في ده هيبتدي اكشولي يشك من اللي بيحصل. واحد زي حالاتي لو كنت انسان بسيط، وانا انسان بسيط على قد حالاتي، لكن لو ما كنتش بحاول احلل المواقف اللي بتحصل، لما تيجي تتكلم على حاجة على تطعيم ولا بتاع ويتقطع لسانك، طب ما انت هتبتدي تشك ان لا ده يبقى في حاجة غلط. لما تيجي تقول للناس دوروا على علاج، اسأل دكتورك على علاج، لما تتمنع هو في ايه؟ وانت عايزين تموتوا البشر ولا ايه؟ فعلا عايزين تقللوا عدد البشرية ولا ايه؟ ده الصفحة هتتقفل، هتتقفل النهاردة. مخاوف من تهكير تاني على خط أنابيب البترول الأمريكي، لأن الحوارات الإلكترونية على الشبكة تعطلت، ولكن اتضح أنه هو مش تهكير. الطيران الهندي يقول تهكيريين سرقوا معلومات شخصية لأربعة ونص مليون شخص بما فيها معلومات الباسبورتات بتاعتهم وكروت الائتمان أيضا. فالجريمة الجديدة اللي بدأت تنتشر في العالم هو جريمة التهكير. اكتشاف ان الخنازير تستطيع ان تتنفس اكسجين من فتحة الشرج. فغالبا بيقولوا ان احتمال يكون الانسان كمان بيعرف يتنفس من مش من انفه، لا من مقعدته. انا مش بهرج، ده من نيو ساينتست، انا اسف. ده اخر حاجة اكتشفوها في الانسان بيتنفس من مكان تاني. بعض اجنة الطيور تعرف تختبئ من أعدائها وحتى هم في داخل البيضة. ممكن تقولوا لي الطبيعة علمت أجنة الطيور إزاي الكلام ده؟ مين اللي اداهم الغريزة دي؟ ده بقى لا موجود في الـ DNA ولا في البروتينات. ممكن تقولوا لي مين اللي ادى الغريزة للطيور إن أجنة الطيور عارفة إزاي تدافع عن نفسها وتختبئ؟ مش ده يشهد على وجود خالق هو لدى الغريزة دي للطيور؟ ده من نيو ساينتست، لكن التعليق الأخراني مني. هذا اخبار اقتصادية. نقص شديد في شرائح الكمبيوتر وحيستمر عدة أعوام، وده قد يؤثر على الاقتصاد العالمي. بايدن اللي لغى خط أنابيب البترول الكندي الأمريكي وسبب خسارات فادحة للاثنين أمريكا وكندا، وآلاف الأشخاص خسروا وظائفهم، اللي هو الإكس لاين باي بلاين، الإكس إل باي بلاين، آسف، بحجة البيئة. بايدن في نفس الوقت يرفع العقوبات عن شركة خط أنابيب روسي عشان تتمادى فيه.
ليه؟ هو خطوط انابيب البترول الروسيه ما بتلوثش البيئه، لكن خطوط الانابيب البترول الامريكيه الكنديه هي اللي بتلوث. مش حاجه غريبه برضك؟ ده من ويند نيوز. بايدن يتجاهل السجلات ويسمح للصين انها تشتري صناعه السيارات الكهربيه الامريكيه. ليه؟ نتائج الكوفيد، كتير من العمال مش عايزين يرجعوا لوظائفهم القديمه. طبعا للاسف ايه اللي بيحصل؟ قاعدين بيقبضوا مرتبات وقاعدين في البيوت مش عايزين يرجعوا الشغل. اصحاب الاعمال عايزين موظفين مش لاقيين. فالنتائج ايه؟ لعدم وجود عمال، اصحاب الاعمال بيفكروا في توظيف ماكينات عشان يستبدلوهم. لو كما بيقولوا ان كل حاجه زي الفل وكويسه وما تبلغوش وما تخزنوش وما تعملوش، ليه بتتناقص البضائع وبتتزايد الاسعار جدا؟ واعتقد ما حدش يقدر ينكر الكلام ده، ده مش في مصر ولا في الدول العربيه ولا الافريقيه، ده كمان في الدول الغربيه. نقص في البضائع وتزايد في الاسعار. انهيار اسعار بعض العملات الالكترونيه، فالبيتكوين تنخفض بنسبه 30%. ده من وول ستريت جورنال. اضطهاد المسيحيين المتزايد، جهاديين مسلمين تابعين لداعش، ادي الاسلام ووجهه، قاموا بمذابح لمزارعين مسيحيين في اندونيسيا. ليه؟ ليه المسلمين بيعملوا كده باستمرار في كل مكان في العالم؟ اشخاص يحطموا تمثال الرب يسوع المسيح وحرق علم امريكا في كنيسة في نيويورك. هو ليه تزايدة الكراهية حتى في الغرب للرب يسوع المسيح والكنائس؟ رفض سمسار مسيحي سمسار مسيحي بسبب إيمانه ضد الشواذ. طب يترفض ليه من شغلانته؟ القس الكندي اللي اتقبض عليه واتقفلت كنيسته بسبب ادعاءات مخالفته لقواعد الكوفيد. البعض يشعل النار في جراج منزله وفي الآخر يوصفونا احنا بالكراهية. الانحدار الأخلاقي للأسف، 43% من جيل الألفية يقولوا إما لا يريدوا أو لا يهتموا أو لا يؤمنوا بوجود الله. Don't care, don't know, don't believe. God exists. إيه رأيكم؟ هذا اللي عملوه في الجيل الجديد. تعرفوا إزاي غسلوا مخ الناس؟ الحدوا، تحولوا لشواذ، المهم تبعدوا عن ربنا. المتحدثة باسم البيت الأبيض تعلق على قانون تكساس لمنع الإجهاض بأنه إهانة لحقوق المرأة. طب وماذا عن حقوق الأجنة قبل ميلادها؟ ده من فوكس نيوز. كنيسة لوثرية في السويد تعلن أنها للمتحولين جنسية. أنا ما أعتقدش أن دي كنيسة تبع ربنا، دي بقى اللاودكيين نفسهم. كنيسة اسكتلندية ستحاول إلغاء تعبير زوج وزوجة في مراسم الزفاف عشان الشواذ. دي ما أعتقدش برضو كنيسة المسيح إنيمور. للأسف أول ثنائية العلاقة الجنسية في برنامج للعلاقات الأمريكية وبتفتخر بذلك. خبر جيد، وزير التعليم في فرنسا يمنع استخدام تعبيرات جنسية محايدة لأنها مضرة للأطفال. طبعا أنتوا عارفين اللغة الفرنسية إزاي حساسة جدا في التصريفات. طب هيعلموا الأطفال إزاي بدون هو وهي؟ قريبا الرجل الأبيض المستقيم، فالرجال البيض المستقيمين هيكونوا ممنوعين من الكلام لأجل الشواذ. على فكرة هيبتدي عصر اضطهاد البيض من الشواذ ومن السود ومن المسلمين ومن والديمقراطيين وكل الكلام ده كله. ده من اكسبريس نيوز. لاعب جولف تحول جنسيا لامرأة، فطبعا لما تحول جنسيا لامرأة فاز بكل المسابقات على البنات. الليجو للأسف يعمل شكل جديد تأييدا للشواذ للLGBTQIA+. الاحتفال بعيد الشواذ الشهر الجاي. انا مش عارف قد ايه هيفضلوا يضيفوا في الاختصارات دي كلها.
ديزني تصدر فيلم جديد لسندريلا فيه شاز يقوم بدور الجاد ماذر بتاع الساحره، الجاد ماذر اللي هي الساحره الكويسه بتاعه سندريلا، اللي هيقوم بالدور ده الشخص المنظر ده اللي انتوا شايفينه. ايه رايكم في غسيل المخ للاطفال عشان يقتنعوا بالشذوذ؟ إدارة التعليم في نيويورك تستضيف دراك كوين بتاعت الشواذ في عرض للأطفال من سن 3 سنين ل 8 سنوات وتم إذاعته. إيه رأيكم لما يتعرض مسخ زي كده للأطفال عشان يغسلوا مخهم بالشذوذ؟ هذا اللي بيحصل وهذا اللي احنا وصلنا له، فعشان كده مطلوب إن احنا نصلي ونستعد ونعد زيت في مصابيحنا لاستقبال العريس بالصلاة والصوم وبالخدمة. محتاجين نكون مصابيح مضاءة في العالم المظلم بالخطية، في زمن قطع اللسان اتكلم، لو اتمنعت من على هنا اتكلم في مكان تاني، لو اتمنعت في مكان تاني اتكلم مع أسرتك، مع صغار النفوس خاصة الصغيرين اللي بيتخدعوا بالكلام ده. ربنا يبارك حضراتكم، اتمسكوا بالمسيح، يمكن في المستقبل القريب ما نقدرش. ربنا يبارك حضراتكم، ربنا قال لنا الحاجات دي قبل ما تحصل عشان لما تحصل ما نخافش، وقالنا الكلام ده قبل ما يحصل عشان لما يحصل نؤمن في زمن زي بيشايفين بيشككونا في كتابنا المقدس، وقالنا قبل ما يحصل عشان لما يحصل ننتبه ونستعد في زمن بيحاولوا يشغلونا واللي يتكلم يقطعوا لسانه. وأكرر مرة تانية زي ما قلت، لو اتمنعت القناة، لو اتمنعت الفيديوهات، صفحة أو موقع غالي دكتور غالي .com drghaly.com هتلاقوا عليها الموضوعات. لو اتمنعت من الفيسبوك واليوتيوب هستمر على الموقع اسبوعيا في سلسلة الرد على الإلحاد والتطور، في الغرفة دي طبعا بركة كبيرة، في غرفة In Jesus All Things Have Become New على البلتوك وعلى الموقع، لغاية ما الاقي حاجة بديلة للبث المباشر. ربنا يبارك حضراتكم، أرجو تحتفظوا بالموقع لأنه لو تم المنع هخبركم ازاي بالوسائل البديلة، هيبقى من خلال الموقع. ربنا يبارك حضراتكم ويحافظ عليكم، وانتبهوا واستعدوا، المسيح اقترب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. امين. تعالى ايها الرب يسوع، والمجد لله دائما. واسف لو اخطأت في اي شيء او معلومة، سامحوني، انا انسان ضعيف باخطئ، لكن الله يعلم لو كان حاجة خطأ لم يكن عن قصد، ومش معناها ان يقفلوا صفحاتنا لو قلنا حاجة حتى لو غير قصد كانت خطأ. فاذكروني في صلاتكم وربنا يبارك حضراتكم.